يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى ذلك وما علاقته بالإيمان؟ هذا أعلى درجات، هذا أعلى درجات الدين. الإحسان هو أعلى الدرجات. إذا عبدت الله كأنك تراه، يعني يبلغ اليقين بك والإيمان بالله إلى حد أنك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تبلغ هذه الدرجة، الدرجة اللي بعدها أن تؤمن يقينا أن الله يراك. نعم.